تديك الايمان كلهم فيلا تعلم حق تاع فيلا غادي تغسل بهذا الوقت دابا بهذا الثمن. لا لا ايمان الله يهديك. لا الحاج لا العيش اللي تكايس تكايس عليهم ما نهرسهم. قال لك تزوج بشي دار ما يشتريها لي تزوجي لي جا دار بي ولا انا ما يباجي لي يشري من عندي. الله يستر امه ويضحكوا مولا ربي. هذا كاين هذا لونسومبل هذا فيه السلسله الحلقات والبراسلي لونسومبل كامل هذا كيتقام ب 12750 درهم مليون و 54000 ريال 1270 اورو فيه البراسلي الحلقات والبوندونتيف والسلسله. ها ان شاء الله الحاجه يلا انا نتسناك الحاجه نتسناك ان شاء الله هذوك الفلوس يجيو بشي خنسه. هذا كاين لونسومبل ديال الكلوي تا هو فيه البراسلي الخاتم الحلقه والسلسله لونسومبل كامل كيتقام 9700 درهم 970 اورو 194000 ريال البراسلي الخاتم مي لونسومبل كامل رومي وديال ديما. وكاين هذا لونسومبل تا هو ها هو هذا لونسومبل تا هو زوين كيدير 10000 درهم مليون 1000 اورو في السلسله الحلقه دير 10000 درهم مليون. الو امين الله يجيب الرزق ان شاء الله نحكوا الله يجيب الرزق ان شاء الله يوليكم ان شاء الله. الحمد لله السلام عليكم. اللي سولت على واحد ماريا جا واحد ماريا زوين ما في فيها غير حجره وحده ها ورخيص الثمن ديالو شحال 1600 درهم الحمد لله 160 اورو 1600 درهم 32000 ريال 160 اورو. كاين هذا الخاتم حتى هو الثمن ديالو كيدير 1400 درهم 140 اورو 28000 ريال. وكاين هذا كيدير 2000 درهم 2000 درهم 40000 ريال. واحد العلاقه كانت فيها السلسله تباعت وبقات العلاقه وسولته على هذيك المره ها هي دايره 7800 درهم 780 اورو 780 اورو 790 اورو و 160000 ريال تقريبا. ارخص من ضمه اختي حكيمه دايره 12 مليون و 8000 درهم ارخص وحده حاليا عندي. هذه قلنا دايره 8000 درهم 160000 ريال 800 اورو. هذه علاقه اللي تريد نقول على الدبالج الدبالج رقاق ها هما اختي الدبالج اللي عندي هما هادو فيهم واحد واحد ها انت كاين هذا كيدير الثمن ديالو 12800 درهم مليون و 56000 ريال القياس ديالو 6.5 ها هو صافي 6.5 القياس ديالو ها هو. وكاين تما هذيك هذيك المنظمه هذا اجي وكاين هذا ديال ليبرا ها هو الدبليج ديال ليبرا تا هو القياس ديالو 6.7 6.7 قالت لي كانت تواصل في الدنمارك. الله 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 سي اسي حرام عليك ان شاء الله الدنمارك اختي انا نجي قول لي اش بغيتي نجيب لك انت غدا تسخر لك غنمشي نقضي واحد الغرض ونرجع انت فين الدنمارك الله يهديك. لا اختي بالله ما كان ليفريوش لا لا عندك شي واحد هنا في المغرب ليفريو ما هنا ما خارج المغرب لا. هذه الثمن ديالها قلنا 6200 درهم 620 اورو 124000 ريال. هذا كيدير 12800 درهم 1280 اورو مليون و 56000 ريال. وكاينين هاد جوج دبالج مفتولين الا شي وحده بغاتهم راه ممكن نصيب ليها السامبل وسط منهم وتكم ودير ثلاثه راه زوينين هادو كيديروا الثمن ديالهم 14000 درهم مليون و 80000 ريال 1400 اورو. يا هادو كلهم ثلاثه دبالج هذه ها انت واحد السلسله ديال البنت اللي هي غزاله هذه اللي ما غاتبقاش هذه ها هذه الثمن ديالها كدير 3850 درهم 385 اورو 77000 ريال ها سالا 3850 385 اورو ما يلا تقلت على كتافي. لي بوندونتيف واخا انا غنوريك لي بوندونتيف ان شاء الله واخا عندي واحد لي بوندونتيف هو زوينه هاي لي بوندونتيف هما هادو هما هادو كيبانو كتبان بحال وحده حلقات هاهما هادي شتا كتبان بحال ولكن هي راه جوج شتا هادي الثمن ديالها كدير 4000 درهم ديال برا هادي ماشي ديال المغرب مكتوبه فيها لا اله الا الله محمد رسول الله اللي مكتوبه هنا هاي هاي مكتوبه هنا ولكن شي وحده باغاهم ها هما
دايرين 4000 درهم 400 اورو 80000 ريال اللي كتفرق كلا بغيتي كل وحده ديرها بوحدها. اش ما عندكش نظام جداد؟ شي ما عرفتش اش نظام جداد بحال اش بغيتي في جداد زعما ما يماش ما تبغي في جداد واحد الكوي ديال الروزه غزال شوف ولكن ثقيل كيدير 35000 درهم. راه كانوا عندي الحلقات خدات عندي شي وحده ديال هادو بالضبط ديال هادو ولكن ما عرفتش شكون اللي خدات. الا كانت كتفرج فينا ها هو الكولي جاني عاوتاني حيت اللي بعث لي الحلقات هو اللي بعث لي الكولي 35300 درهم 3 مليون ونص ثقيل هذا وفيها الروزه ها انت فيها الروزه الروزه الكبيره 3530 عندي 3530 اورو ها هي الكولي هذا هاكا حسين اخويا نبدا نتقلب عليا ناخذ نخدو بلا خاص غير الفلوس والله يجيب رزق الفلوس ان شاء الله الله يجيب الرزق ان شاء الله يا ربي واش كاين شي خوات بلاتين رجال مع التاب لا الا اختي بلاتين رجال باقي ما عرفتش شنو عاش فيا عندي ما عرفتش داك ديال الذهب ابيض قلنا كاين هذا السطور هذا ها هو السطور هذا هذو كيتقاموا ديال 19500 درهم 19500 درهم هذا اختي اللي عندي في قهوه عندي بلاتين ديال الرجال شكون اللي بغا ها هو عندي كاين واحد ها هو هذا كيدير 3000 درهم هذا عابر من الداخل ها هو 3000 درهم وكاين واحد صغير كيدير 2000 درهم وكاين واحد ديال كارتي كبير كيدير شي 8000 ومع 9000 كيدير 9000 درهم هادي ثلاثه ديال الرجال اللي عندي هاهم ثلاثه هاهم هادو كلهم البيضين هاهم اللي بغات البيضه وما عندي هادو كلهم في البيض مارياج في البيض كاين هذا كاين هاد السوليتير تا هو في البيض وكاين هذا تا هو في البيض هاهم هادو كلهم في البيض اللي عندي دابا حاليا ها كاين هاد لي بيرل تا هو في البيض هاهم هادو هما البيض اللي عندي في الهميزات هاهم كنت نشوف دابا راهم ها هما كاينين صافي الله يعطيكم الخير والله يحفظنا بغيت نشوف المضمه ديال 12 هذيك ديال 12 ملي ديك الصغيره حتى درك هذيك الغدا غادي تشريها ها هي اختي دايره 12 مليون و 8000 درهم هي هاد هاي 12 مليون و 8000 درهم 12 فورة 800 اورو ها هي الشا الرافيني تشنو بغيتي كاينه في الرافيني تاع الدب جديد بغيت نشوف ها هي اختي هي هذه 12 فورو 800 اورو ها هي زوينه نقيه والنقش ديالها زوين ما فيهاش الحجر بزاف شحال درهم شحال شوفوا شوفوا ليها شوفوا ليها شي حاجه زوينه وتهلاو فيها وقول لك هادو عند اوداوي الله يسرنا لكم ان شاء الله راه درنا شي ساعه وشي حاجه الله يجعل بركه ما سخيناش بكم دوزنا معكم هاد الساعه زوينه شكرا لكم بزاف عطيتونا وقتكم والله يرحمكم الوالدين ويدعوا معنا حتى نتوما الله يحفظنا ويحفظكم يا ربي امين نضمها بلا حجر شي نضمها بلا حجر كاينه واقيلا كاين شي وحده بلا حجر يمكن بزاف ديال لي زارتي كيما زعما كنجبدوش تكون ان شاء الله الله يجزي ان شاء الله الا بغيتي شي وحده بلا حجر كاينه هذه هذه واعره بزاف شوف شوف النقش ديالك كيفاش دايرها شوف النقش ما فيها لا حجر لا والو وكاينه هذه تاوي كاينه كلهم دابا اللي ما كاينش حجر بزاف شتي فيهم حجر غير الوسط هنا فقط ما كلها كتلقى كلها هذه بالصفر وهذا بالاحمر والثمن بحال بحال 30 مليون 30 مليون اللي بغات مثلا تخبي فلوساتها بشي مضمه شري هادو وكيس تكفيهم ما تبقاش عندهم هما والو الله يسر لنا وليكم ان شاء الله والله يحفظنا ويحفظكم يا ربي وشكرا لكم بزاف خاتم كارتي فيه هذيك اختي كارتي وديك الكيلوغرامات ديالو 16 غرام اللي فيه 16 غرام ايوا هادشي اللي كاين باقي البراسليات وديك البراسليات اللي فيهم الوحدات والثلاثوات
والشوكات والحلاقة هذوك ان شاء الله تهلاو بجاي ان شاء الله. اي حاجة بغيتوها الله يعطيكم الخير، تواصلوا معنا ان شاء الله غدا. الناس اللي مريزيرفين الله يعطيكم الخير، باش ما تبقاش تديني الساعة وفي الاخر نقول لك لا ما عجبتنيش. الله يعطيكم الخير الا كان ممكن غدا مثلا، من غدا تيلا فكرتي من غدا بصراحة قول لهم صافي انوليو هذيك السلعة ماشي مشكل، باش الناس حيت كيجيو الناس دابا كاين ناس اخرين والله الا كيجيو عندنا مثلا المحل سير بلاص كيقول لك راه ليا ديك الساعه نديها، وحنا مثلا كتكونوا نتوما ريزيرفيتيها في التليفون اليوم وما كنقدرش نخسر لكم نتوما، وداك حيت كان حنا كنسبقوا الكلمه الناس اللي عيطوا لنا ديك الساعه هذوما اللي كنسبقوا اللي ريزيرفا، كنقول ليها مثلا راه السيده مريزيرفيها، كتمشي السيده من بعد كتشوفها في اللايف كتقول لك واه انت ديك النهار جيت بغيت نخلصك وانت دوي الساعه ثاني في اللايف. الله يعطيكم الخير، هذه ديما تنقولها وكنعاود نقولها لكم، اللي بغات شي حاجه مثلا اللي ما بغاتش تقول غير تفت ميساج مثلا تقول لك هذه انوليها صافي اسمحوا لي، حتى حنا كنحيدوها كنحطوها الى سولات على شي وحده. شكرا لكم بزاف، الله يعطيكم الخير، الله يوفقنا ويوفقكم الخير، والله ييسر لنا ولكم، والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ وليدكم يا ربي. قال لك كلمه وحده راه راجعه فيها، صافي جسمين اختي لا راجعه.